خواطر خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهنا، نسألك بجلال كمال وجهك الكريم وبضياء سناء نورك العظيم وبعلمك يا عليم أن تنزل على قلوبنا من نور الذكر والحكمة ما نجد بالحس والمشاهدة بردة، حتى لا ننساك ولا نعصيك أبدا. إلهنا، وكلنا سمعا وبصرا وقلبا ويدا ومؤيدا. اللهم إنا نسألك بجوامع أسرار أسمائك أن تنور قلوبنا بنور هدايتك، وأن تلهمنا حب معرفتك، وأن تستر علينا بستر حمايتك، وأن تجعل أنسنا بك وحدك، وشوقنا إليك وخوفنا منك، حتى لا نرجو أحدا غيرك ولا نخشى أحدا سواك. اللهم ارزقنا الاعتماد عليك والانقياد إليك والحب فيك والقرب منك والأدب معك. أنت نور السماوات والأرض، عز جاهك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، سبحانك تباركت وتعاليت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من اسمه راحة للمسلمين، حبيبي يا رسول الله، سيدي يا أبا الزهراء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، فصلى الله عليك يا حبيب الله. في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواطر خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح.